اللهم ارحم من أجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون. اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بجنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعل قبر أبي وأمي روضة وبستانا في نعيم دائم. اللهم افسح لوالدي في قبرهما مد بصرهما، وأفرش قبرهما من فراش الجنة. اللهم أعد والدي من عذاب القبر ووحشته. اللهم املأ قبرهما بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم اجزهما عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إن كانا محسنان فزد في إحسانهما، وإن كانا مسيئان فتجاوز عن سيئاتهما. اللهم أدخلهم الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح لهما في قبريهما مد بصرهما، وافرش قبرهما من فراش الجنة. اللهم اعدهم من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهم املأ قبرهما بالرضا والنور والفسحة والسرور. اللهم آتهما برحمتك ورضاك، وقهما فتنة القبر وعذابه، وآتهما برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثهما إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم يمن كتابهما، ويسر حسابهما، وتقل بالحسنات ميزانهما، وتبت على الصراط أقدامهما، وأسكنهم في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم في بطن القبر مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، في سدر مخطوط وطلع منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم تحت الأرض، واسترهم يوم العرض، ولا تخزهم يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يمن كتابهم، ويسر حسابهم، وتقل بالحسنات ميزانهم، وتبت في الجنات أقدامهم في جوار نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم أمنهم من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل أنفسهم آمنة مطمئنة، ولقنهم حجتهم يا ربي يا كريم. اللهم أطعمهم من الجنة، واسقهم من الجنة، وقل لهم ادخلوا من أي باب تشاءون. اللهم إنهم من عبادك وبنو عبادك، يحتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم، فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. اللهم إن كانا من المحسنين فزد في حسناتهم، وإن كانا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اجعل ذريتهم سترا بينهم وبين النار. اللهم اجعل ذريتهم ذرية صالحة تدعو لهم بخير إلى يوم القيامة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزولا لهم. اللهم ابني لهم بيتا في الجنة. اللهم اسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يضمؤون بعدها أبدا. اللهم أظلهم تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلى وجهك. اللهم بيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض،
تغمدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن والدي في ذمتك وحبل جوارك، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمهم واغفر لهم وأكرم منزلهم. اللهم اغفر لوالدي وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب، وأعدهم من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد لهم في قبرهم مد بصرهم. اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لهم في قبرهم ونور لهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. والحمد لله رب العالمين. يا ربي يا كريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.